النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. إذن بعد انقطاع دام لعدة أسابيع، المملكة على موعد مع التأثر بمنخفض جوي بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات هذه الليلة. هذا المنخفض سيؤثر المملكة على مرحلتين، المرحلة الأولى هذه الليلة والمرحلة الأخرى خاصة مع ساعات مساء يوم غد. هذا المنخفض هو مصنف من الدرجة الثانية وفقا لمؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية هنا في طقس عرب، أي أنها الدرجة العادية. هذا المنخفض الجوي مصنف بأنه درجة ثانية، وذلك بسبب أن كميات الأمطار تتراوح بين 20 إلى 40 ملم، تكون سرعة الرياح تقريبا حوالي ما بين 50 إلى 70 كم بالساعة. المناطق المتأثرة بهذا المنخفض الجوي متغيرة، فمثلا هذه الليلة تشمل تأثيرات هذا المنخفض مناطق عدة بما فيها مدينة العقبة، ولكن غدا مساء تتركز في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. أيضا يتوقع أن يمتد تأثير هذا المنخفض الجوي لمدة 30 ساعة. درجات الحرارة تنخفض، تكون ما بين 9 إلى 15 درجة مئوية، ولا يوجد تساقطات ثلجية متوقعة في هذا المنخفض الجوي. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت وتظهر في مركز طقس العرب تدفق كميات كبيرة من السحب والغيوم المتوسطة والعالية التي تتقدم تأثير هذا المنخفض الجوي، والتي كانت كافية اليوم بحجب أشعة الشمس. لاحظنا أن الطقس أصبح غائما في أوقات عديدة من ساعات نهار نتيجة هذه السحب والغيوم. خلف هذه السحب والغيوم هناك جبهة هوائية باردة، يتوقع أن يزداد تأثيرها خلال ساعات هذه الليلة، وسنتحدث عن تأثيراتها بشكل واضح، وذلك مترافقة مع منخفض جوي يتوقع أن يتحرك تدريجيا نحو الشرق باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوسط. هذه خرائط درجات الحرارة لطبقات الجو القريبة من سطح الأرض، واللون الأصفر وهذا لون يشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وهذا ما هو عليه الحال خلال نهار هذا اليوم. سجلت درجة الحرارة اليوم في أجزاء من العاصمة عمان ما يقارب 20 درجة مئوية. أما اللون الأخضر فهي لدرجات الحرارة المنخفضة، والحد الفاصل في اللون الأخضر ما بين الأصفر والأخضر هي ما تسمى وما يعرف بالجبهة الهوائية الباردة. هذه الجبهة الهوائية الباردة توقع تتقدم تدريجيا كما نلاحظ باتجاه المملكة لتصل مع ساعات هذه الليلة. عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة هذه الليلة يأتي بعد وقت طويل من انقطاع الأمطار وارتفاع درجات حرارة المسطحات في مناطق بلاد الشام، الأمر الذي يعمل على حدوث ونشوء أحوال جوية غير مستقرة مترافقة مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة، بحيث سنلاحظ أن هذه الليلة طبيعة الأمطار أنها رعدية عشوائية الطبع غير منتظمة وفي مناطق متفرقة، ولا يمنع أن تكون بعض منها غزير في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، ومترافقة أيضا مع تساقط زخات البرد بشكل كافي لتشكل السيول وجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق. يستمر عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة خلال تقريبا 24 ساعة القادمة كما نلاحظ، وتغطي هذه الهواء البارد الذي خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة كافة مناطق بلاد الشام مع حلول ساعات نهار يوم غد بمشيئة الله تعالى وخلال تقريبا 48 ساعة القادمة. هذه توقعات النماذج الجوية المحوسبة والحاسوبية للهطولات المطرية. كما نلاحظ مع ساعات الليل الأولى هناك فرص لبعض الأمطار الرعدية قبالة السواحل الفلسطينية بمشيئة الله تعالى، مع ساعات هذه الليلة تصبح هناك فرص لأمطار في مناطق عشوائية تكون كما ذكرت قبل قليل في نطاقات جغرافية ضيقة متباعدة جغرافيا أحيانا متباعدة زمنيا، ربما تكون غزيرة في بعض من هذه المناطق ورعدية ومترافقة مع البرد، وتشمل أيضا جنوبا حتى مدينة العقبة هناك فرصة جيدة لأن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار خلال ساعات هذه الليلة. وخلال ساعات نهار يوم غد تتراجع فرص الهطول الأمطار كما تلاحظون على هذه الخريطة، وتتركز الأمطار في أقصى المناطق الشمالية، وبالتالي في العاصمة عمان غدا وليس هذه الليلة، هذه الليلة هناك فرص الأمطار رعدية، غدا تتراجع فرص الأمطار وسط انخفاض كبير متوقع على درجات الحرارة وأجواء غالبا غائمة مع نشاط في سرعة الرياح، لكن الأمطار تكون متركزة في أقصى المناطق الشمالية. هذه الأمطار تدريجيا
اعتبارا من ساعات ما بعد العصر، يتوقع أن تمتد من المناطق الشمالية باتجاه المناطق الوسطى، ومع دخولنا في ساعات الليل تعم المناطق الشمالية والوسطى من المملكة كما تلاحظون. إذن في ساعات النهار تكون الأمطار في المنطقة الشمالية، ولكن مع ساعات المساء الأولى وليلة الخميس الجمعة أنا أقصد تصل هذه الأمطار باتجاه العاصمة عمان والمناطق الشمالية والوسطى، ليتحول الطقس في ذلك الوقت، يصبح باردا وغائما وماطرا على فترات، وتعود الأجواء الشتوية الحقيقية باتجاه هناك بعد انقطاعها لفترة طويلة. تبقى الأمطار سائدة وحاضرة خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة، لكن يوم الجمعة مع رحيل هذا المنخفض الجوي نحو الشمال الشرقي مبتعدا عن المنطقة، تتراجع فرص هطول الأمطار بشكل تدريجي، بحيث أنه مع ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة تكون الأمطار قد تراجعت، وهذا هذه هي الجمعة الأولى التي يكون بها لا يوجد بها حظر شامل، وبالتالي لا يتوقع بها أمطار، إنما أجواء أكثر استقرار متوقع بمشيئة الله تعالى، لكنها باردة بوجه عام بمشيئة الله تعالى. نعود الآن إلى أحوال الطقس في المملكة وفي العاصمة عمان هذه الليلة. إذن هذه الليلة تتزايد فرص هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى، كما ذكرنا قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة تترافق مع الرعد وتساقط البرد أحيانا، يجب الانتباه من مخاطر تشكل السيول وجريان الأودية. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 10 درجات مئوية، كما نلاحظ في العاصمة عمان أجواء سنشعر أنها تميل البرودة بشكل تدريجي مع دخول الهواء البارد. الطقس متوقع خلال الثلاثة أيام القادمة. غدا الخميس نهارا الأجواء تكون يعني غائمة جزئيا إلى غائمة باردة، تتراجع فرص هطول الأمطار في ساعات الليل، ولكن تعود مرة أخرى فرص الأمطار عفوا في ساعات النهار، لكن في ساعات الليل تعود فرص الأمطار، تتراجع فرص الأمطار في ساعات النهار، إنما تعود فرص الأمطار في ساعات الليل. ودرجة الحرارة العظمى متوقعة غدا حوالي 13 درجة مئوية، هناك انخفاض ملموس وكبير جدا على درجات الحرارة، وتكون درجات حارة عند بلوغها 13 درجة مئوية حول معدلاته المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. أجواء ماطرة في ساعات الليل، درجة حارة 7 درجات مئوية، تتراجع فرص الهطول في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية يوم الجمعة. الأجواء تصبح غائمة جزئيا، 11 درجة مئوية في ساعة النهار، أجواء باردة، وليلا 6 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. أما يوم السبت يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا في ساعات النهار، كما نلاحظ درجة الحرارة حوالي تقريبا 12 درجة مئوية، في ساعات الليل 9 درجات مئوية. هناك منخفضا جويا جديدا متوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات السبت على الأحد، تعود معه الأمطار من جديد بمشيئة الله تعالى. قبل الختام هناك بعض التنبيهات والتوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة أن تسود في المملكة خلال تقريبا 24 ساعة القادمة. قبيل عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة في بعض المناطق يتوقع أن يحدث هناك نشاط واضح على سرعة الرياح، الأمر الذي يزيد من مستويات الغبار كما نلاحظ في بعض المناطق وفي الأجواء. الأمر الآخر هو الانتباه من اضطراب البحر في خليج العقبة خلال ساعات هذه الليلة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية خلال ساعات فقط هذه الليلة، غدا يهدأ البحر. أما الأمر الثالث هو الانتباه من مخاطر جريان الأودية وتشكل السيول بسبب طبيعة الأمطار هذه الليلة بمشيئة الله تعالى في بعض المناطق، هي أمطار على شكل زخات رعدية يعني تأخذ طابع عدم الاستقرار بشكل عام. وهذه هي التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة، الانتباه إلى الانقلاب الجذري المتوقع في الأجواء. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabia.com، ليصلكم دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.